لك مقابل هدفين. سعيد ان اكون معي ابن الاهلي ومدير الفني لنادي الترسانه كابتن احمد كوشر. برحب بيك على شاشتك, شاشه النادي الاهلي. طبعا يعني برحب بيك, وطبعا برحب بالكابتن سيد والكابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن احمد بلال ومين تاني وكابتن محمد حشيش. طبعا يعني كابتني كلهم فبرحب بيهم. هدخل معاك بدون تسخين, مباراه صعبه, مباراه يعني الترسانه اقتمع في المباراه, راح للمباراه اكتر من كام مره ممكن يعدي المباراه النهارده ويفوز على النادي الاهلي, لكن في النهايه النادي الاهلي حط كلمته في النهايه الاخيره والدقيقه الاخيره كعادته. يعني طبعا من لاعب النادي الاهلي انا عارف اللعيبه بتاعتي هتبقى قلقانه من النادي الاهلي, وقلت لهم النادي الاهلي طبعا نادي كبير, حتى لو اتغيرت الاسماء واللعيبه فالنادي الاهلي كبير, يعني النادي عنده عناصر وعنده خبرات في الملعب وعنده, ولكن طبعا انا برضو بعذر النادي الاهلي لان التشكيل او التركيبه بتاعت المباراه في اربع لاعبين اول مره يلعبوا مع بعض اللي هو صابر رحيل والجزار واحمد علاء واكرم في الشوط الاول, فانا يمكن اشتغلت على دي ان احنا نضغط ونعمل مباراه كويسه وان احنا ما نخافش ونلعب, ودي فرصه ان احنا نقابل النادي الاهلي وهو مش منسجم, ما فيش انسجام, لكن طبعا في رهبه طبعا من اللعيبه يمكن اللي خلانا كشينا شويه حته بيلعبوا طبعا مع النادي الاهلي وفي في استادنا, لكن في الاول والاخر يعني احنا بنتمنى ان النادي الاهلي يعني ان هو يحصل كل البطولات لان ده بيتي وده النادي الاهلي اللي انا بحبه, فربنا يعني يوفقهم ان شاء الله في فتره جايه, لكن الحمد لله اعتقد ان احنا كسبنا احترام الجميع. فرقه بتلعب كوره دوري ممتاز, وانا قلت لهم انتوا فرقه دوري ممتاز, فرقه بتلعب كوره, حتى في الدوري بتاعنا احنا اكتر فرقه بتلعب كوره وبنحضر من تحت, يمكن النهارده في خوف شويه ان احنا نلعب مع الجون, لكن احنا فرق كوره والحمد لله. انا قلت لهم عايزين نخرج من المباراه دي بمكاسب, مش عايزين نخرج حاجه تاثر علينا في الدوري, فالحمد لله على اللعيبه. طبعا راضي عنهم, طبعا لا يعني بص في فوارق, يعني في فوارق في حاجات كتيره, لكن في الملعب الفوارق ما بانتش كتير, يعني الترسانه كان الند الترسانه كان ند كبير للنادي الاهلي واحنا اللي كنا بنتقدم, لكن في الاخر لا يعني مباراه كويسه, مباراه انا مبسوط من فرقتي والاداء, وطبعا واكيد الخواجه كارترون يعني اطمن على لعيبه عنده, فالاهلي برضو ظروفه صعبه يعني اللعيبه المجهده الفتره اللي فاتت دي لا كان لازم ان هو يريح لعيبه, فبرضو يعني حاجه كويسه ان الترسانه يكسب او الاهلي يكسب في ظل الظروف دي. رده فعلك في الجون الثاني وليك لقيتك بعدت ورجعت ورا على الدكه, يعني محدش يشوفها للي يكون مركز, ده حس اهلاوي عشان نتفق ام نختلف, ده حس لاعب اهلاوي بجد, اول ما دخل الجون لترسانه في الاهلي لقيتك بترجع العيال تفرح وانت بتبعد بترجع لمسه. لا طبعا النادي الاهلي ده بيتي وخيره عليا وعلى عيلتي كلها, يعني اكيد انا بحب النادي الاهلي وبرضه كنت احب ان انا فرقتي عشان اكون امين معاك ان فرقتي تكسب, لكن النادي الاهلي ده بيتي, اداني اسمي وده هيدي لاحفادي, فانا طبعا النادي الاهلي اتمنى ليه التوفيق وجاي والمشاعر, ولكن احنا في شغلنا النادي الاهلي برضه علمنا ان احنا نخلص في شغلنا زي ما انت شفت احنا خلصنا في شغلنا, لكن المشاعر دي حاجه بتبقى داخليه, فطبعا انا اتمنى النادي الاهلي يفوز على طول في اي وقت, وان شاء الله النادي الاهلي دايما يحصل البطولات, وان شاء الله السنه دي هتبقى سنه كويسه والفرقه هتفوق ان شاء الله الفتره الجايه. اشكرك واداء الترسانه مبشر وان شاء الله في التوفيق في الدرجه الثانيه, انت صعب بهم الممتاز. بشكرك كابتن احمد. يا رب يخليك, وسلامي لكل النجوم اللي في الاستوديو وحبايبي كلهم. شكرا. اكيد حديث مهم للمدير الفني كابتن احمد كشري. احمد كشري بجد يا كابتن سيد في لحظات الهدف الثاني نرجع لورا, اللعيبه بتحتفل وهو بيرجع ورا, يمكن دي لمسه اللاعب الاهلاوي اللي بجد, لكن الكلمه زميل عزيز كابتن سيد عبد الحفيظ.